من زمان وانا اسمع ان جده غير، وكل مره يقولون جده ايش غير، وبالفعل اول ما وصلنا الى هالمنطقه شفناها غير، والدليل اللي انتم شايفينه من خلال هذا الكادر او هذه اللقطه. بالفعل حياكم الله مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا عبر شاشه روتانا خليجيه في هذه السهره الخاصه اللي راح نكون فيها مع ضيف ايضا غير، مثل ما جده غير راح نكون في اكيد في هذه السهره مع الفنان عبد المجيد عبد الله، لقب بطائر الاشجان ولقب بامير الغناء، لذلك راح نكون في هذه السهرة معه متواصلين نكشف الأسرار ونكون مع بعض، وإن شاء الله تكون سهرتنا الخاصة هالمرة أيضا غير، مثل ما الضيف غير وجدة غير. هذا كوال إذا قلت بتخليني تبين دمعة بعيني، ما عاد يهمني لبعادك، ما عاد اهتم مثل اول، انا قلبي ترى تحول، هذا كول اذا قلت بتخليني تبين دمعة بعيني، ما عاد يهمني لبعادك، ما عاد اهتم مثل اول، أنا قلبي ترى تحول. واحد بواحد غيابي يمكن يساعد وتاخذ راحتك أكثر، ما عاد اهتم مثل أول، أنا قلبي ترى تحول. أنا برحل وبدل واحد بواحد غيابي يمكن يساعد وتاخذ راحتك أكثر، ما عاد اهتم مثل أول، أنا قلبي ترى تحول، هذا كوال إذا قلت بتخليني تبين دمعة بعيني، ما عاد يهمني بعادك، ما عاد اهتم مثل أول، أنا قلبي ترى تحول. أعزائي المشاهدين، ضيف هذه السهرة نجم طرح ألبومه الأخير إنسان أكثر، عنوان رائع لألبوم رائع لمطرب أروع، ولا شك خلال هذا الأسبوع أنتم بتكونوا الحكم والأيام اللي بعد هذه السهرة على هذا الألبوم. أنا شخصيا سمعته قبل لا أكون في طبعا هذا اللقاء مع ضيفنا اليوم. تخيلوا أن ضيفنا اليوم الفنان عبد المجيد عبد الله سجل 35 أغنية، لكن ما اختار منها سوى 16 أغنية تضمنت ألبومه. هذا الألبوم إيش عمل في الأغاني الباجية؟ الله أعلم، أجلها، لغاها، ما يندر، هذا كله راح يجاوب عليه. طبعا أيضا خلوا عنكم الجانب الفني،
عبد المجيد عبد الله درس العلاقات العامة وبعدها تحول تخصصه إلى قسم المكتبات، وكان حاب يدرس موسيقى لكن للأسف لم يحالف الحظ. أيضا علامات استفهام كثيرة وهو اللي راح يقول لنا عنها. يقول إن الصداقة الحقيقية هي الصداقة المبنية على الإيمان بشخص الصديق والإنسانية في العلاقات، وليست لأجل مآرب أخرى أو مصالح أخرى. أنا متفاجئ منك صدق. ليش؟ يعني المعلومات هذه أخذتها منين؟ البحث حلو. لا والله جد البحث حلو والمحبة فيك أحلى، عشان كذي الواحد يحاول على قد ما يقدر يطلع. على فكرة ترى هذه كلها المنشطات أنت اللي قايلها. متى قايلها؟ في بعض اللقاءات. هذه عناوين تصدرت الصحف، أنا ما جبتها من عندي. والله؟ إي والله، أنا بحثت في الإنترنت ومع التجمع وهذا وطلعت معي هذه. يا سيدي أنا سعيد جدا أول شيء بتواجدي أو تواجدكم معانا. طبعا الإخوان والستاف كامل هنا موجودين في جدة معانا، ونقول حياهم الله، والمشاهدين إن شاء الله يا رب يستمتعوا معانا في هذه السهرة الخاصة. وبس أنا متفاجئ. عندك اعتراض على أي شيء قلته؟ لا لسه أنا يعني أنا في طور المفاجأة الآن. ليلى الآن في طور. يعني خلينا بس أهدى من المفاجأة عشان أعرف أركز. خلي البساطة أحمدي. شربت شاي أول شيء؟ شربنا طال عمرك. على فكرة خلنا أقول لكم على شغلة، ترى عبد المجيد عبد الله من أرق وأكثر الفنانين رحابة صدر، مزوح بمعنى كلمة مزوح. أنا وياه لما نسولف في التليفون ما كأنه يعني اخوان ان شاء الله واكثر من اخوان. حتى ساعات اقول ها ايش اخباره، خندق نسلم عليه. لما تسمع صوت عبد المجيد وياخذ حتى لو مو سامع صوتك من فتره على طول يدش فيك عرض، ها يا فلان يا جميل يا بلا فضايح بلا فضايح. لا هذه معلومه ودي ان المشاهد نفسه يعرف طبيعه عبد المجيد عبد الله اللي راح يشوفها اكيد من خلال هذا اللقاء. حبيبي الله يرحمه. عموما طبعا انا ابي ارحب باسمك عزيزي المشاهد بامير الغناء طائر الأشجان الفنان عبد المجيد عبد الله. أنا سعيد جدا في هذا اللقاء معك يا حبيب قلبي، ولا شك أن هذه سهرة خاصة لعبد المجيد بشكل راح يشوف المشاهد الكريم يمكن لأول مرة عبد المجيد يجري لقاء من هالنوع. والله بلا شك إذا كان في لقاء حلو متميز، طبعا أنت أكيد من الشباب اللي مميزين في لقاءاتهم وحواراتهم، بالإضافة إلى الصداقة اللي بتبنيها مع الفنان. وأنا أقول قدام الأخوان المشاهدين أنه الأخ بركات أساساً أخ وصديق قبل ما يكون في لقاء يعني، فأنا أساساً أحبه يعني، فما أقدر أقول له لا لما طلبت مني هل نعمل هالحوار. بس أنا يعني كويس أنه الآن جاء وقت أن أنا أقدر أتكلم. في ناس يعيبوا علي يقولوا ليش ما تطلع تتكلم ويكون عندك لقاءات كثيرة. ما عندي كلام أقوله. الآن عندي شريط نزل وأقدر أتكلم عنه، أقدر أتكلم عن أيضا تفاصيل أخرى. خلني أولا أبارك لك على هذه المجموعة، يعني أنت طرحت مجموعتك الغنائية بعنوان إنسان أكثر، وأنا ما بيعلق كثير يعني بعض المحبة ساعات تصير يعني تأخذ بجانب آخر، ولكن المحبة في الله يعني هذا شيء جميل جدا ما بيننا يعني. هذه المجموعة لشأنك أنك ترقبت صدى هذا الألبوم، صدى هذه المجموعة ونتاج هذا العمل الجميل. كيف كان ترقبك أبو عبد الله؟ يعني هذا مشوار ليس بسهل، أنت ما شاء الله من 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 ألبوم إلى ألبوم يعني. شنو كان أنت قلقك اللي أنت دائما تكون فيه، اللي أنا عارف أنه دائما عبد المجيد يكون قلق قبل طرح أي مجموعة غنائية له؟ والله شوف يعني كل فنان يعني ممكن أتكلم أنا عن نفسي ونيابة كمان عن الفنانين، إنه الأعمال اللي بتطرح وتقدم للناس أكيد هي خلاصة وقت، خلاصة مجهود، توتر، اختيار، كل هذه طبعا بتكون نتيجة أكيد حيكون فيها توتر يعني. أنا عن نفسي طبعا لازم أقلق، لازم أحرص، لازم أفكر أنا إيش هقدم، اللي قدمته قبل إيش هو يعني يختلف عن اللي ما قدم مثلا، أكيد كلون جديد كطابع يعني جديد. بالإضافة إلى مشاكل أخرى إحنا بنفكر فيها اللي هي أيضا التنفيذ. بنبحث عن المنفذين، نبحث عن الأصوات الجديدة، نبحث عن الاستوديوهات، كل هذه ترى مزعجة. إنه أنت في الأخير بتسجل عمل
وبتنظرنا من كل الزوايا هذه. صحيح صحيح. فهذه أنا بتتعبني يعني. وتشوف كل الشرائح فيه وكل الفئات. هذه الاختيارات عاد هذه الاختيارات المزعجة يعني. أنا سجلت 35 أغنية عشان أختار منها 16 أو 15 أو فلازم إن أنا. على فكرة أنا أيضا بوضح أول ما زرنا المكان. بلا فضايح. بلا فضايح. بلا فضايح. والله. حبيبي كيفك؟ لا بالعكس ما في فضايح. خليني أقولك على شغلة. بصراحة هذا اللقاء راح يتسم بصراحة. وانت قلت لي افتح الباب وروح وين ما تبي في البيت. الباب مقفل. لا مو هذا الباب، باب الحياة اللي انت فيها. طيب. ها؟ انت سمحت لي وخلني امون وادش فيها الحياة، لان صدقني انت من الشخصيات المحبوبة لدى المشاهدين والكثير بيعرف عنك الكثير. يا حبيبي انت روتانا تمونو يعني. الله يسلم عمرك. احنا دخلنا قبل شيء وراني ابو عبد الله وراني الاستوديو كذا وقال لي حركة غريبة على فكرة. قال لي هذا الميكروفون اللي انا اسجل وهذا المكان اسجل فيه. على فكره يا بركات دائما احط شاشه كمبيوتر هنا اسجل والاحظ المكسر ايش يسوي اثناء التسجيل. يعني هذه قدره وايمان واتقان في عملك في تسجيلك في البومك في مراعاه لشعور المتلقي اللي هو الجمهور، جمهور عبد المجيد. لكن السؤال هنا من 35 الى 16 اغنيه، كيف تم الاختيار على 16 اغنيه؟ ولا تعتقد أن 16 أيضا شيء كثير عليه ممكن يقل التركيز على بعض الأغاني؟ لا خلاص انتهى الموضوع ده. هي كانت مشكلة عندنا إحنا بدينا. أنت عارف لو أتكلم من 20 سنة إحنا بدينا في 4 أغاني وخمسة أغاني. نعم. وكانت كثيرة وكانت تستوعب. والوقت تغير الآن. الآن في حصل تصور في عندي أعرف شباب قلت لهم قالوا لي كم بغنية في شريطك؟ فأنا مستحي أقول لهم 16 لأنه خايف أنه مثلا في ناس ينصدموا وفي ناس لا. قالوا لي لا يا ريت تزيد. طيب نزل لنا بعد 6 شهور 16 ثانية. ما أدري الهدف يعني. يستوعبوا الشباب يعني، الشباب بيستوعب 16 أغنية. بعدين إحنا ما نقيسها بالكم، نقيسها بالمدة. يعني زمان كنا نسجل مثلا 6 أغاني مدتها 40 دقيقة. الآن بنسجل مثلا 10 أغاني مدتها 40 دقيقة مثلا. أنا 16 أغنية هذه مدتها أقول حاجة و70 دقيقة. ما أشوفها كثير الآن. الظروف تغيرت. إحنا ما عاد عندنا الأغاني اللي بتكون مدتها يعني. أنا عندي أكثر مدة في الشريط 5 وشيء. هذه طويلة ترى. يعني في غنيتين او 3 أغاني. الاغنيه اللي سمعناها حلوه والله. اي والله اسمعك يا مره ثانيه. طيب الجايين الخير واجد. الحلقه اليوم بتكون نار. جايين حق الاغاني ان شاء الله باذن الله. خلني اعود الى اختياراتك في البومك السابق الحب الجديد. تضمت هذه المجموعه اغنيه باللهجه اللبنانيه من بينك وبين طبعا الفنان مروان خوري، كانت هي سمعني غنيه. عندي سؤالين. الاول يقول هل تعتقد ان هذه التجربه كانت تجربه ناجحه لعبد المجيد؟ هذا الاول. كيف اكدت ان تكرر هذه التجربه باللهجه طبعا العراقيه او المصريه؟ اولا تجربتي مع مروان أنا حاببها أساساً. مسألة النجاح هذه توافيق. أعتقد أنها لقت استحسان كثير من المستمعين. أنا أساساً أحب اللهجة اللبنانية وأحب الأغاني اللبنانية بالذات ما يعني ما يختص بالسيدة فيروز. أحب أغانيها وأحب الجروب اللي بيشتغل معاها، إن كان الرحبانية كلهم أو حتى فيلمون وهبي أو المجموعة اللي اشتغلت مع فيروز. وجدت مروان إنه في عنده حس يقربني من هالأغاني. هالأجواء. أيوة أحبها. وما يمنعنا نغني أي لون تاني كمان إذا وجدته يعني. الشريط هذا اللي راح إحنا كنت متفق مع الملحن المصري وليد سعد، هو صديق وعزيز. نعم. وكان في مشروع انه احنا نعمل اغنيه بس ما صارت يعني. انا لو وجدت العمل اغني ليش لا. طيب خليني طبعا ابو عبد الله كل شوي راح اقول لكم بصراحه، وبصراحه راح ادخل بالصراحه، ويمكن قلنا قبل شوي راح تكون باب ونفتحه مع بعض. وبصراحه ودي اجرك الى مواضيع يمكن راح نتهاوش فيها، راح تقول لي بس خلاص يلا قوم مع السلامة. كثر الجراء اللي حتكلم فيها من خلال هذا البوم أو من خلال هذا اللقاء عفوا.
بصراحة يعني بصراحة هناك بعض النقاد قالوا على الألبوم السابق أنه لم يكن في مستوى عبد المجيد أو بتعبير أكثر ما عجبهم الألبوم اللي طرح في الفترة الأخيرة اللي هو الحب الجديد. هتوصلك هذه الأخبار أنه والله في انتقادات فيه نقاد قالوا كذا أنه ما هو كعادة عبد المجيد في ألبوماته السابقة؟ هل تضايقك لما توصلك مثل هذه الأخبار؟ دائما هو كل شريط أنزله أنا يقول الكلام ده، يعني حتى أتذكر يعني من الأشياء اللي تكلموا عليها رهيب، أغنية رهيب أنا نزلتها في سنة 94 برضو يعني انتقدوها وهي نجحت على مستوى العالم العربي. نفس الشيء في طيب القلب أول ما نزل، والنقاد اللي تتكلم عليهم تقول نقاد، أنا ماني شايف نقاد عندنا أساسا، فتكلموا قالوا إنه شريط سيء جدا والغنية هذه تضحك ونجحت وما شاء الله عملت جو في العالم. وإلى الآن تسمع؟ يعني أقول لك يعني فهذا أنا متطعم، يعني خدت تطعيم ضد النقد اللي ما هو عارف إيش يبغى يوصل له. يعني واحد مو عاجبه مثلا عبد المجيد أو مو عاجبه أغاني عبد المجيد فصار ناقد، يعني كل واحد ماني عاجبه صار ناقد، هذه مشكلة ترى. لا انت يمكن عبد المجيد انت ما تعرف، في بعض الجمهور انا لاحظت من خلال البحث اللي انا بحثته انه في جمهور عريض طويل مع عبد المجيد قلبا وقالبا، في انتماء. والله شوف يعني انا بدي اقول لك حاجة، لو لقيت نفسي ماني قادر على العطاء حوقف اوتوماتيك. قرار صعب ترى. فطالما انا قادر على العطاء وقادر على مواجهة بعض الأقلام اللي بتحاول تهاجمني وبعض أكيد، يعني أكيد قلت لك المطر لها محب ولها كاره، أكيد. فإذا أنا بدي ألتفت لا كذا حوقف، فألتفت للناس اللي تحبني أساسا يعني واللي بتسمعني وتتابعني وتنتقدني بحب يعني من حقها. أيضا من كثر الأشياء اللي كانت تطرح هي طرح موضوع المنافسة ما بين الفنان عبد المجيد عبد الله وما بين الفنان محمد عبده، يعني طبعا كل كان يدلو بدلوه في مثل هذا المنتدى، ناس تقول وناس تعارض وناس تأيد وناس أنت كيف ترى هذه المنافسة؟ أنا ما أرى منافسة، أنا أرى أنه محمد عبده خارج المنافسة أولا. طبعا بلا شك يعني خبرة محمد عبده الأربعين سنة اللي بغنيها لا حرق بنص، يعني تظلم مشوار محمد وتظلمه كعطاء. يعني انا اقولها انه يعني يجب المحافظه انه يعني على تاريخ محمد عبده، وانه ما حد يمس يعني ولا يقارنه باحد. يعني هو لا زال قادر على العطاء والله يطول في عمره وبيتحفنا الحمد لله، وليش ليش ليش يكون في موضع مقارنه يعني؟ فهو خارج المنافسه اساسا. نعم. طيب هو على فكرة أعزائي المشاهدين يعني خلينا نقولها بشكل ثاني، هو تنافس أو 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 هذا الشد الجد ما بين فنانين الخليج، ما بين عبد المجيد عبد الله، الفنان محمد عبده، الفنان عبد الجوهر، الفنان راشد الماجد، الفنان نبيل شعيل، الفنان عبد الله رويشد، فنانين الخليج رابح صقر، كل هذه ترى تصب في الأخير في مصلحة الفن الخليجي. بلا شك بلا شك، وهذا طبعا يعني لا شك يعني. يعني احنا ما احنا في حرب عشان تكون في منافسة، كلمة منافسة تخوف هذه يعني. لا ضايقني. هي ما تقصد منافسة، يعني تعرف بركات، تعرف عبد المجيد يعني كل من يقدم الأفضل عنده هذه تدعو إيه طبعا طبعا عنده. طبعا يعني احنا باقه من الورود والزهور تقدم اشياء حلوه يعني. فالوان هذه يعني انا لون وغيري من الفنانين الوان، فكلها في الاخير المتلقي هو المستفيد. فكلمه منافسه انا بين بينك تزعجني يعني. يعني انا بستمتع لما اشوف غيري من الزملاء بيقدموا شيء حلو بيستفزني مثلا، بيخليني ان انا اقدم حاجه ثانيه مختلفه. بس منافسه يعني صدقني انا ما قصدت المنافسه اللي هي التحدي، انا قصدت انه كل من فيكم يقدم الافضل لجمهوره ان شاء الله. يعني تعرف جمهور الخليج متقسم والتقسيمه عادله، في من هو يحب صوت عبد المجيد وفي من هو يحب صوت محمد عبده، في من يحب صوت اكيد باقي الفنانين كل الاحترام والتقدير لهم. فانت ذكرت شيء قبل شوي، قلت انا اتعب في الاختيارات عشان ارضي شريحه جمهور على الاقل الفنان عبد المجيد عبد الله، فهذا المقصود من الـ من 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 لا الانتقاء. لا عفوا، تصدق انا بتعب ليش؟ لانه جمهوري بيحب اي شيء اقدمه، انا بتعب عشان ارضي جمهور غير جمهوري. والفنان بيتعب ليش؟ عشان يرضي ويوسع من جمهوره.
فأنا جمهوري حيتقبل مني أي شيء حاببني، بس إنما التعب ده إنه أنا بأوصل لجمهور آخر. الله، هو هذا للطرف الآخر. نعم. أنت طيب، خلنا نروح إحنا للطرف الآخر، إيش رأيك اللي أنت اخترته تعبت علشانه؟ إيش رأيك نروح؟ نروح. ممتاز. إذن راح ننزل الاستوديو اللي مساك كنا فيه، ونبي نسمع منك الألبوم الجديد اللي أنت طبعا تعبت على ما وصلت إلى هذه المجموعة الغنائية عشان تقدمها بشكل جميل. لأن بصراحة ترى يعني أنا قلت لك في بداية كلامي للمشاهدين، إحنا سمعنا أنا وياك، بس هم كمان لهم حق. بس أكيد الجمهور سمعوا، يعني هو له أسبوع الآن نازل. هو له أسبوع نازل. إيه طبعا هو. بس ما سمعوا وأنت. لازم أغنيه بالعود. إن شاء الله. ملك العود. إن شاء الله. بس إحنا حنرتب للمشاهدين إنه يعني تعرف طالما إحنا في استديو فنبغى السمع يكون أفضل، يعني حنسوي تواصلنا وجزتنا ودنيتنا. ليش لا؟ إحنا معك. إحنا معك اللي تتأمر فيه. إحنا بنقول. بس نبغى نتعشى يا جماعة، ترى جعانين. نتعشى ولا يهمك. بنتعشى وبنروح وبننتقل من مكان لمكان. إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله. يلا نمشي. توكلنا على الله. يلا تفضل. يلا. بسم الله. زاد فضلك. ما شاء الله. أيه. هذا اللي قبل شوي قلتنا عبد الفكرة عبد المجيد ترى ما جاء بالاستديو، شكرك لي هذا قبل شوية. هذا الأكوستيك اللي هو العزل. طبعا من غيره المفروض انه يكون الاستديو معزول كويس. ممتاز. عشان كذي ما نسمع الصوت لو كنا برا. طبيعي المفروض طبعا. تفضل تفضل. السلام عليكم. ها عدول. كيفك؟ مساء الخير. عندي سعد العمر. حالك شلون؟ صح كيف حالك؟ بركات البقيان. الله يسلمك. قاعد تتعب في شكلك. لا جاهز، قاعد سمعتك من فوق جهزت الاغنية بتاعتي. اي اغنية مجهز؟ انسان اكثر. يا الله عليك. انت طبعا عندك فكرة عن الاستديو والمكس؟ يعني مو ذيك الفكرة، الفكرة يعني على فكرة انا اللي بعطي المشاهدين فكرة. على فكرة عبد المجيد اذا سجل يسجل استديو، هل هذا الاستديو ابو عبد الله هو عام ولا استديو خاص فيك انت؟ هو استديو خاص يعتبر. طبعا ما يمنع انه الاخوان يسجلوا، بس هو عموما استديو خاص، ما هو استديو تجاري يعني ناس تحجز وتسجل مثل باقي الاستديوهات اللي نسمع عنها. هو لانه ما في الشغل اللي نقدر نقول انه هو في شغل جامد، بس في ناس بتحجز وبتخلص، بس اجمالا ما اعتبره تجاري لانه اغلب وقتي انا فيه. طيب انا قبل شويه من نزلت انت تفرجني قبل شويه يعني كاول دخل لنا كلوكيشن، قلت لي ان انت هناك تقعد وانت بنفسك تشتغل على الـ لا هو طبعا لازم يكون في مهندس. تفضل تفضل. لا احنا واقفين لسه قدامنا مشوار. طبعا الان انت عارف الاستديوهات صارت ستاندرد واحد، يعني عباره عن كمبيوتر وميكسر يرافقه طبعا، فاللعبه صارت هنا. احنا بناخذ تيكات الصوت بناخذها من هناك، ولسه بدخلك الحين ترى جهز له قاعد يغني. ها جاهز. لا يا حبيبي اعطي الخبز خبازه. غنى مو عندي، الغنى عندك، انا علي الاستمتاع. لا انت علي وين هم هم انا علي اسمع واستمتع. هو يغني واحنا نستمتع كمشاهدين، عدل ولا لا؟ شاب الجاب. لا لا حبيبي ان شاء الله، بس الا اخليك تحط الهيدفون وتغني، ابغاك تسمع صوتك صدقني حتخاف. تدري ليش؟ ليش؟ لانه حتحس انه صوتك ما شاء الله ملالع في ذلك. اصدق نفسي. لا 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 والله يخوف الموضوع، يعني هي مسؤوليه. في ناس يقول لك الغنى بسيط، بس يجي يوقف هنا ما يعرف يقول شيء. بنجرب على طاري الغنى. بخليك تجرب. بجرب وياك لا تحاتيب. على طاري الغنى، انت سمعت من خلال الحديث ان اول من سمع البومك هو الفنان راشد الماجد. على فكره عزيزي المشاهد، ترى عبد المجيد عبد الله تربطه صداقه حميمه جدا بالفنان راشد الماجد اللي يمسيه بالخير لا شك. والله انا صداقتي باغلب الزملاء الفنانين عندنا كانوا خليج ولا عرب، بس تربطني براشد واصيل باعتبار ان دائما اتواجد في دبي وهم موجودين في دبي على طول، فبنلتقي. وايضا طبعا العشره والمشوار هو اول من سمع البومك وابدا اجابه. ايوه دخل علينا الاستوديو وكان سعيد جدا بالغنيه، واحنا بنسمع اغاني بعض. يعني انا ارسلت له الشريط قبل ما ينزل مثلا، لانه هو بيرسل لي شرايط واغاني قبل ما ينزل. سوري. ها يلا نروح. يلا توكل على الله. شكرا يا بشمهندس. قبل لا نطلع لازم الهيدفونات. يلا زين طالما اوكي. تفضل. على فكره انت راح تغني داخل على العود ولا راح تغني مع المكسر؟ اذا حبيت تغني بدون عود. بعود حمالديك احنا معاكم. احنا في الاثنين المشاهدين يستاهلون. بس اخذ انت على المشاهدين. لا لا ما انت تعبهم ضيوفك اليوم. توكل على الله. يلا يا باشا اليمين. يلا يمين درب الغامي طال عمرك. يلا تفضل. يلا تفضل. طبعا هذا
المكان اللي بنسجل فيه يسموه اللايف اريا طبعا او البلاي. حلو. هذه المايكات اللي بنغني عليها. هذا مايك غريب. ايوه مايك هذا ولا ايوه هذا مايك هذا يعتبر من المايكات الممتازه. النوع بلو. هذا امريكي. وبعدين هالكبسوله تتغير يعني في 5 كبسولات له. يعني في شيء للوتريات للكونترباس الباصات الايقاعات الكورال فتغيرها حسب ما تحتاج انت. على طاري الكورال الصوت. بما انك جبت طاري الكورال اتذكر في بدايه يمكن مشوار الفنان عبد المجيد عبد الله كنت كفنانين مجموعه عبد المجيد كان يسجل لي 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 في الكويت لي لنبيل لي عبد الله يدش يسجل كورال وهم حلوه هذه الالفه اللي كانت ما بينكم. طبعا اتذكر انا اول ما جيت الكويت سنه 88 يعني نص 88 89 وكنا بنسجل كان استوديوهات الكويت يعني تحديدا يمكن دندون والنظائر كانت خليه من الفنانين وكنا نتواجد هناك بشكل كثير كان في الفه انا افتقدها الان يعني يمكن الان تواجدت في دبي يعني بشكل يعني بس مو زي الكويت لا الكويت كانت اكثر يعني اتذكر في اغاني يعني نزلنا احنا في سنه 88 عبد الله ونبيل وخالد وانا وعبد الستار مين كمان مسباح وكلنا مشاركين في كورال مع بعض الله. يعني انا تلاقيني في كم اغنيه مع عبد الله وفي نبيل وهو نفس الشيء يعني كان في مو موجود الان الموضوع ده بصراحه اقول لك اياها. افتقدتوا عبد المجيد؟ اي افتقدنا لا طبعا احنا الصداقه والمحبه موجوده لا زالت بيننا اكيد وطبعا عشره واخوان بس يمكن ظروف كل واحد تغيرت اصبح الواحد ممكن يسجل في بيته الان يعني ما عاد يتواجد في الاستوديو والاستوديوهات تقلصت صحيح ما عاد في استوديوهات بمعنى استوديوهات. 88 انتقلت للكويت وهناك كانت الانطلاقه كم سنه قعدت اذا انا تقريبا 16 17 سنه في الكويت. لا هو مو قعدتي في الكويت اساسا انا ما قعدت في الكويت انا اشتغلت في الكويت يعني كان تعتبر الكويت يا جماعه ترى احنا لازم نعترف انه الكويت كانت بوابه اعلاميه مهمه لاي فنان خليجي كانت خليه مصنع يعني عارف كيف اي فنان بيحاول ينطلق خليجيا ينطلق من الكويت هذه كانت الكويت وكان فيها روح عجيبه بس اشوف انها مفقوده الان ما ادري ايش الاسباب ما اعرف اسبابها ما اسباب مثلا يعني 16 سنه 17 سنه قدرت اني انا اتحرك اعلاميا من خلالها. حلو طيب احنا الان راح اطلع انا وانت تسجل انت معي حتغني جايب لك يا جماعه خالد يا شباب فكونا من الموضوع لا يصدق اني انا بغني باش مهندس لبس الهيدفون وخليه يعرف كيف تعال طيب انا اكون هني ولا هني عادي انت هنا ولا انا هنا عادي يلا طيب تبغى نغني على هذا ولا على هذا الاثنين زي بعض ما يتخيلون بعض يعني طيب نشيل الكرسي ولا احنا نحط الكرسي تدري ليش عشان العود لا عشان الفنان المساحه لا يغلط مثلا ويهرب ويجي فيصير في ديستورشن جوا هنا شوف احنا حيسمعنا صوتنا انا وانت وابغاك تغني طيب ترى انا اجد فيك موهبه يا سلام اجد فيك موهبه ان شاء الله انها ما اتم يا رب طيب انا اوريك والله فاضي جاي تحكي لي همومك الله انت تحسبني انا من الهم فاضي هذه من الشريط الجديد والله فاضي على وقت ما كنت اسجل هذه كلمات الامير فيصل بن خالد بن سلطان والحان حلوه الجمله رابح صقر والله فاضي جاي تحكي لي همومك وانت تحسبني انا من الهم فاضي بس تدري شلون انا ما راح الومك ما حد في عيشته يا عمري راضي شو يقول باللحن شو تقول والله فاضي جاي تحكي لي همومك وانت تحسبني انا من الهم فاضي والله فاضي جاي تحكي لي همومك وانت تحسبني انا من الهم فاضي
بس تدري شلون انا ما راح الومك، ما حد في عيشته يا عمري راضي، بس تدري شلون انا ما راح الومك، ما حد في عيشته يا عمري راضي والله فاضي. خليني في يومي أعيش وعيش يومك، والقدر لا ما عليه أي اعتراضي، وإن كان ماضي قلبك منسيك نومك، منه فينا يا حبيبي ما لا ماضي. خليني في يومي أعيش وعيش يومك، والقدر لا ما عليه أي اعتراضي، وإن كان ماضي قلبك منسيك نومك، منه فينا يا حبيبي ما لا ماضي والله فاضي جاي لي همومك، وإنت تحسبني أنا من الهم فاضي والله فاضي جاي تحكي لي همومك، وانت تحسبني انا من الهم فاضي، بس تدري شلون انا ما راح الومك، ما حد في عيشته يا عمري راضي، بس تدري شلون انا ما راح الومك، ما حد في عيشته يا عمري راضي والله فاضي فاضي. سامعني؟ يلا يلا سمعنا سمعنا الشيء بس ما احنا سامعين صوتنا. انا شوي سامع. لا دحين ارفع لنا الصوت. انت اول مره تجرب الموضوع ده؟ معقول؟ لا انا يعني الحين صار هو المذيع وصرت انا اللي بجاوب الحين. انا كنت اسجل قصايد لا لا موضوع قصايد ده انسى، موضوع غنى يعني. لا غنى لا ما لي في الغنى ابدا ابدا. ما حتحاول الحين تغني؟ عبد المجيد انت تتكلم من جدك. لا والله جيت انا باقنعك الحين عشان تغني. صار الحوار لي انا. طيب انتقل الحين. طيب تحب تسمع هنا معي ولا تسمع هناك؟ اسمع شوي معك وروح هنا. طيب ايش نقول؟ بالعكس انا ودي اقابلك اصلا. طيب ما جبنا عود يا جماعه. يلا على ما يجي خلينا ناخذ واحده على ما يجيبون العود. طيب طيب ماشي. لو تكلم بس يجيبوا لي العود. طيب على ما يجيبون العود إيه؟ انا عندي سؤال ودي اسالك. قول يا حبيبي اسال. وانا ايش حق الحين لابس هذه؟ نسيت نفسي. معليش حبيبي قاعد اسمع صوت وصاده صوتي. على ما يجيبون العود خلني اسالك هالسؤال. انت غنيت اغنيه عراقيه في الشريط حولتها الى خليجي. هي اغنيه طبعا هي للملحن وليد شامي موجود في دبي. كثير موهوب، هو كان يشتغل معنا كورال وملحن، ملحن شاطر. ففيها مفردات عراقيه انا ما اعرف اقولها يعني، فبس عدلناها يعني. خلجنتها. انا سمعت ان عبد المجيد خلجن هالاغنيه يعني الى حد، لان لم يجيد بصراحه لم يجيد اللهجه العراقيه فخلجن هذه الاغنيه. بس مو عيب، اكيد مو عيب يعني. بالعكس انا سمعت انها طلعت حلوه كمان يعني. يعني ال- ال- الغلط ان انا اغنيها وانا ماني عارف اقول لهجتها يعني. فمي حلوه بعدين تعرف. بس هل هل, هل-, هل-, هل انت غنيتها كتجربه مثل ما غنيت سمعني غنيه؟ لا 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 لا, لا 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 ما لها علاقه. الاغنيه تحسها خليجيه، طابعها خليجي، ايقاعها خليجي، تحسها كده كلها على بعضها خليجيه يعني. لو ما قلت الموضوع هذا ما شو تقول بدايتها؟ عسى ربي يخليك العيون. الله الله. وعسى ربي يخليني لعيونك. الله الله الله. حلو الكلام. هنسمعك يا الحين. يلا يلا خلينا نسمعها. عسى ربي يخليك لعيوني، وعسى ربي يخليني لعيونك،
حبيبي دنيتك صعبة بدوني، ولا شي دنيتي تسوى بدونك. عسى ربي يخليك لعيوني، وعسى ربي يخليني لعيونك. حبيبي دنيتك صعبة بدوني، ولا شي دنيتي تسوى بدونك. أنا مغرم يا غالي فيك، وادعي ربي خليك. أنا مغرم يا غالي فيك، وادعي ربي خليك. إذا عني بعد يجن جنوني، لأنك صرت أغلى من عيوني. إذا عني بعد يجن جنوني، لأنك صرت أغلى من عيوني. عسى ربي يهنيني بغرامك، ولا يحرمني من رقة كلامك. عسى ربي يهنيني بغرامك، ولا يحرمني من رقة كلامك. يا أغلى إنسان أنا عندي، يا حزني وفرحتي وسعدي. يا أغلى إنسان أنا عندي، يا حزني وفرحتي وسعدي. أخاف الناس عنك يبعدوني، حبيبي صرت أغلى من عيوني. وأخاف الناس عنك يبعدوني، حبيبي صرت أغلى من عيوني. حبيبي فيك رضاني زماني، غيرك ما يطاوعني حناني. حبيبي فيك رضاني زماني، لغيرك ما يطاوعني حناني. سكن حبك في وجداني، تعوض فيك حرماني. سكن حبك في وجداني، تعوض فيك حرماني. غرامك غير إحساسي ولوني، حبيب الروح يغلى من عيوني. غرامك غير إحساسي ولوني، لوني حبيب الروح يغلى من عيوني، يغلى من عيوني. أنا راح أطلع برا، وهالمرة مو مع العود، مع الميوزك كامل، مع عادل برا، نسوي لنا شغلة حلوة للمشاهد. إيش رأيك؟ يعني أنا أغني هنا أفضل هنا؟ الحالة يعني يعني ما يعني حسسني بالذنب، يعني أفضل هنا يعني تخليني وتروح. عذاب؟ طبعا لا. لا أنا حاضر، توكلنا على الله. إذن بس عشان نكون بجو الألبوم راح نستأذنك إحنا.
توكلنا على الله. اي تعال اطلع نروح المكان الثاني. يلا مشاهدينا الكرام راح ننتقل موقع ثاني مع الفنان عبد المجيد عبد الله. كمل وياكم سهرتنا الخاصة، خلوكم ويانا، المتعة في الجزئية القادمة كلها راح تكون حول هذا الفنان، لا تفوت. بركات. هلا 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 والله سير نوخ، رايك فيني جنن يعني دوار البحر انا دوار البحر كثر ما ندور قاعد نحوس. على فكره ترى احنا مو طالعين برا، احنا للحين يجربون شويه نلف هنا في اليخت. بس ايش رايك في الجو؟ والله يعني انا كنت محط اللي قال جده غير ما كذب، فعلا جده غير. البحر والبحر كمان يجنن، يجنني والله البحر حلو سبحان الله. هذا الوقت بالذات تلقى في مثلا في الرياض قبل امس كان مطر وبرد، في الكويت نفس كذلك، في دول الخليج اغلب الفتره الحين فتره الشتاء، الا هنا سبحان الله طالع. يعني اللي 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 يشوف جزئيه الحلقه الاولى بركات لابس شتوي من البرد. لا بس المتعه اكثر الحين، طلعك برا خليك تصيد. الله، انت اول مره تطلع في بحر جده؟ اول مره كان جده اول مره اطلع. هذا 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 الخور نسميه احنا الخور. وطبعا اذا حبينا نطلع برا الخور عاد يبغى لنا عاد ناخذ تصريح من من الناس اللي من سلاح الحدود على اساس نقدر نصيد، وهذا طبعا امان. يعني شيء كويس ممتاز. عفوا الجو يجنن. بغيت اقول لك بما ان احنا هني يعني ما شاء الله هذه فترات الاجازات، اجازاتك طويله موجوده لك في اجازات ولا جدولك على طول فل؟ لا والله مزحوم، والله مزحوم يا بركات. بس انا بتصيد من حين لاخر ان انا اطلع البحر، واحب ان انا اريح في البحر. وزي ما انت شايف انت حاسس يعني حسيت انه انت خرجت عن الروتين وعن الحياه وعن فعلا. على فكره ترى حتى ضغط علينا وعليك يعني عزيزي المشاهدين، ترى حتى التصوير هو ضغط. بس عبد المجيد قال لا يا جماعه الخير خلونا نخليها طلعت متعه، بما اني انا اساسا هالاسبوع في اجازه تعالوا نقضي الاجازه مع بعض ونصور مع بعض. شايف وصراحه كان كريم معنا جدا في الوقت وفي العطاء، وكان متفاعل في انه يعطيك هو الفكره. ايش رايكم نروح هني؟ ايش رايكم نروح هني؟ لا جهز نفسك يا اخي، انت المفروض تكون يعني اكاديمي في هالاشياء يا حبيب قلبي. على طاري الاكاديمي شباب ان شاء الله مبسوطين اوكي، ترى الطاقم كله معانا ومدلعينهم ومقدينهم قبل شويه، ترى ما يقدر يقدر شوي عليكم ما عليه حتدفعوا. ها ممدوح سيف معانا ترى. نعم ومعانا ايضا هاني، ومعانا مجموعه طيبه يعني. هاني اهدل، ممكن نسلط الكاميرا على هاني اهدل شويه. هذا من الاصدقاء اول شيء الاعزاء، ومن الشباب الموهوبه ان شاء الله انه الله يوفقه وتسمعوها في 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 شرايط. موفق هيا استريح دحين اكيد نتعلم انا بعض الله حبيبي. عموما هذا يدل على انه ممدوح صديقك من ايام الجامعه. ايوه انا اعرف ممدوح الحين كم، انا اتذكر طلعنا انا وياه في شو اسمه مواهب، كنت انا واحد من مواهب وهو كان اصغر مني طبعا، وعنده اخو كان مره كان عجوبه وقتها، كان يعزف طبله هو ويعزف. على طاري اصغر منك ما شاء الله عبد الله الحين 15 سنه. اي 15 سنه عبد الله. عبد الله هو اللي طلع معاك في اغنيه عندك خبر. عندك خبر هو نفسه ما شاء الله تبارك الرحمن. بلا فضايح بلا فضايح. اذا عبد الله 15 انت اكيد 25. فرصه سعيده يا بركات. ما تبي اقول كم عمرك يعني ما نبي نقول. لا لا الله يرضى عليك. لا الا هذه شايف الجو كيف جميل رائع والله رائع. على فكره ترى انا يعني احتراما لعبد المجيد اخاف الناس يقولون طيب. هو اللي يقول طيب ماشي، بس اخاف يقول ليش قاعد عبد المجيد واقف، عشان قاعد اقود القياده، اقود القياده هذه دوار البحر. شوف 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 الله. طيب بس احنا دخلنا في موضوع عبد الله، يجنن رائع واكثر من رائع. دخلنا في موضوع عبد الله وما شاء الله عبد الله اللي هو وحيدك ولا عندك؟ لا عندي عبد الله ومحمد ومنار ما شاء الله تبارك. عندي ولدين وبنت ما شاء الله الحمد لله الحمد لله، عسى الله يخليهم لك. الله يرضى عليك يسلمك. الزواج
شيء مهم في حياة الإنسان، هل تعتقد بأن الزواج بعد أغلب الفنانين يقول لك عدم الارتباط يعطي انطلاق في الحرية يمكن، وعدم الالتزام يخلي الفنان كما الطير طائر يروح يحط وين ما يبي ويكون منطلق في فنه؟ فأنا قرأت لك منشط في أحد الصحف يقول أن الزواج هو اللي يعطيك الاستقرار. مو صحيح إنه 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 يعني عدم الزواج يعطي انطلاق للفنان. الاستقرار العاطفي بشكل عام بيعطي انطلاقة للفنان ولغير الفنان. متى ما استقر الموهوب إن كان فنان أو غيره عاطفياً صدقني حيبدأ. ممتاز. طيب ما شاء الله متابع تحصيلهم العلمي. طبيعي هذا. ما في لعب يعني، احنا عايشين لهم الان. اكيد احنا بنتعب وبنشتغل وبنسهر وبنروح وبنجي عشان نريحهم يعني بالاخير. نحاول نهيئ لهم وسائل التعليم الممتاز، الحياه الكويسه. اعتقد هذا وضع طبيعي في اي رجل. اكيد. طيب انا حترك ثلاث اسئله لمكان ثاني، ايش رايك؟ انت مزعج صاير. لا ولا مزعج ولا اي شيء. يلا خلي بس يروح يطلعنا برا عشان طيب بصيد. قبل انا يدي تاكلني بصيد. يبي يصيد يا خالد بطي الرجل. اقعد. الرجل يبي يصيد، يبي يطلع برا ويصيد. على فكره خلوني اقول لكم على شغله، يعني احنا للان ما زلنا في المرسى تقريبا، بس الطلعه بعد شوي. الرجل من امبارح يقول جيبوا سنانير جيبوا خيوط. لا كله جاهز، كله جاهز. يحب الحداق، وعبد الله يحب الحداق اللي طبعًا. هو الصيد. احنا نحب البحر، نحب لانه دائما هو من اهل جده، فاهل جده دائما مرتبطين في البحر. اسعد الله لو يجي جده حبيبي. الله. طيب نترك سؤالين فيما بعد وننطلق. احنا معكم بس يلا. يعني اتمنى انك زين لو سوينا بهالطريقه. لا ممكن يصير بالاخ اللي هناك مع الكاميرا. يعني كيف الحال؟ يلا ننطلق ونترك. العافيه. يلا خلينا نشوف قيادتك. لا يا عمي انا حدي اصغر من هذا ما اقدر عليه. دي كده يا ربي صوت شيء؟ لا لسه بس قاعدين ياكلوها واطلعها فاضي. صار ساعتين يقول كما اقول صوت شيء يقول لسه مقعدني جنبه ماسك له. بس هو قال صبر، يبي له صبر. الصيد يبغى له صبر معروف. يعني يبي له صبر. تليفوني دق. دقيقة انا اسف. ايه ايش حياتك؟ لا عادي داير. شوف نكمل قاعدين نتشوف فيها. شوف ها لا في تنتيش. زين تنتيش يعني هو النابر. ايه حلو. عاد انت في جدة صدق ابتسم. فانت في جدة ابتسم. انت في جدة ابتسم. انت في جدة ابتسمنا. ها شباب كيف؟ حياة سعيدة؟ جدة. يلا عاد انا طفيت جهازي مرة واحدة. احسن لك. ايه على فكرة يا اخي حلو الوقت اللي المتعة شكل تطلع و تروح وتصطاد وتعيش حياتك. صدق هالجو طر على بالي سؤال، ما فكرت في الاعتزال؟ الاعتزال؟ ايه قلت لك انا وقت ما احس ان انا غير قادر على العطاء اعتزل على طول، بس طالما انا قادر ما حفكر فيه. الجو ده ما يحلي بالاعتزال، الجو ده يريحني عشان ابدا اشتغل. لانه انت شايف متعه البحر والهدوء. انت ما حسيت نفسك انك انت أكيد. فعلا مريح الهارد ديسك اللي هنا والحياه فعلا ترجع تشتغل عاد ترجع تشتغل بحب. يعني انا هذا البحر يعطيني هالانطباع ما شاء الله. زي ناس في عندهم عشق للبر، يحبوا البر فعلا يديهم نفس الحاله هذه. حلو. طيب عبد المجيد، يعني هم الفن هم كبير. هل الهم هذا يعني جايب همه مثل ما يقولون، يعني كمردود مادي كراحه بال؟
بلا شك اي عمل تتقنه حيجيب لك مردود مادي. طالما انت تتقن عملك حيجيب لك مردود مادي. في نفس الوقت الاهم من ده هو حب الناس. يعني حيجيب لك حب الناس ولازم انت تكون مستمتع وانت تسويه. فاعتقد انه بيجيب نتيجه من كل النواحي. خالد قبل شوي قال لي انه عبد المجيد على فكره من عشاق البحر ويعتبر الصياد نمبر 1. هل هذه كلام كذي قال لي ولا عشان صديقك يعني؟ لا انا هو ترى على فكره البحر ما يحتاج له صياده يعني شطاره. انت حترمي سنارتك وانت رزق يعني. بس انت قلت شغله قلت تصور في ناس ما عندها صبر ومحاره في ربط هذه لا انا هذه مو شاطر فيها ابدا يا شاطر. والله مو شاطر فيها بركات. لا يغرك انا اعرف اصيد بس احط اقول لكم ليش سالت هالسؤال. لا 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 غلط. انا اقول لهم ليش سالت هالسؤال لان عبد المجيد رمى رمى ومسك قال يا جماعه ثقل وينه طلع ماسك الثقل بيده. لا فضايح يا شيخ. لا هذه مواقف حلوه لازم يوم شغال فيها فضايح انت الله يعيني. بس عموما عبد المجيد احنا سعدنا جدا في هذه الحلقه. يعني انت منشغل بالصيد وانا ما ابي اشغلك اكثر بخليك تركز. راحت لا راحت شوف احسن واحد يطعم السمك بس ما يصطاده. الله عموما مشاهدنا الكريم كنا في هذه السهره بصحبه الفنان الرائع امير الغناء طائر الأشجان هذا الحبيب الغالي عبد المجيد عبد الله. سعدنا جدا بهالصحبة وبهالسهرة والحقيقة يعني استمتعنا. أنت عارف بركات يعني مثل ما قالوا غطينا البر وغطينا البحر. يعني في معلومة جديدة ترى يعني إحنا المفروض نلتقي من 7 سنوات. وقديش أنا أحب بركات وأعز وأقدر ودائما نلتقي في مناسبات كثيرة. فعلًا. ما قد جمعتنا يعني كنا نتمنى إحنا نرتب شيء بس جات بطبيعتها الآن. الحمد لله. ان شاء الله يا رب يكونوا استمتعوا معنا بس ما جبنا لكم سمك. لا ان شاء الله ان شاء الله بعدين نخبر الناس ايش صار بعد الحلقه اكيد تونا قايلين يا هادي ان شاء الله. الله كريم. عموما مشاهدنا الكريم نشوفك ان شاء الله في سهرات خاصه اخرى مع فنانين اخرين بطبعا مشاركتهم لا شك يحلى الوقت وانتم تطلعون على طبيعه كل ضيف في هذه السهره الخاصه. تابعونا في القادم ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم يا حبيبي. يلا صيد الحين. الحين اصيد الحين يا ويلكم مني والله يا ويلكم مني. قوم سيد.